اهلا وسهلا بيكم في قناه نظام مدارس. دلوقتي هنكمل مع بعض شرح منهج اللغه العربيه لسنه اولى ابتدائي من المنهج الجديد تواصل. الترم الاول احنا خلاص خلصنا مع بعض جزء كبير قوي في المحور الاول من اكون، وهو الموضوع الاول انا مميز. ودلوقتي هنكمل مع بعض اسرتي اللي هو الموضوع الثاني في المحور الاول. المحور الاول من اكون، الموضوع الثاني اسرتي. النهاردة هنبدأ مع بعض في شرح حرف الفاء. فاء في آخر الكلمة وفاء في أول وفي نص الكلمة. طب نشوف مع بعض أول نشاط، وهو ارسم أشياء بها صوت حرف فاء. أنا قعدت أفكر مع نفسي وقلت إيه هي الحاجات اللي بيكون موجود فيها حرف الفاء؟ فكانت في بالي ثلاث حاجات. أول حاجة فيهم كانت الفيل، فقلت طيب الفيل ليه جه في بالي؟ لأنه حيوان في بداية نطق اسمه حرف الفاء، فاء فيل. تاني حاجة فكرت فيها عشان درستها قبل كده كانت الأنف، أنف. وآخر حاجة جت في بالي كانت فأر، فأر، علشان برضو درستها قبل كده وفاكرة كويس جدا إن حرف الفاء كان ظاهر جدا في أولها. انتوا برضو لازم تفكروا في ثلاث حاجات، سواء نفس الحاجات أو حاجات مختلفة، وممكن تكتبوا لنا في الكومنتس فكرتوا في إيه ورسمتوا إيه. أما بالنسبة لتاني نشاط عندنا فهو لاحظ ولون البالونات التي بها حرف فاء. يبقى أول ما نشوف بالونة مرسوم عليها حرف الف هنروح ملونينها على طول. نشوف كده مع بعض، فاء فاء، يبقى هنلون البالونة دي. طب البالونة اللي بعدها مكتوب عليها باء، يبقى أكيد مش هنلونها. طب اللي بعدها مكتوب عليها فاء، يبقى لازم نلونها على طول. ألف مش هتتلون، وفاء يبقى نلونها لأنه طالب مننا نلون كل البالونات اللي عليها حرف الفاء. ميم مش هتتلون، وأخيرا فاء لازم نلونها. وبكده نكون خلصنا مع بعض النشاط التاني. النشاط ده مش لازم يجي برسمة بالونة أو حتى يجي بحرف الفاء، ممكن يجي بحرف تاني وبشكل تاني. يعني مثلا ممكن يرسم لنا مربع، دايرة، ويقول لنا لون الدايرة اللي موجود عليها حرف الباء مثلا، وهكذا. أما بالنسبة للنشاط الثالث فهو انطق واضبط حرف فاء بالشكل. احنا ذكرنا مع بعض الحاجات دي قبل كده وعرفنا ان الشكل اللي هو التشكيل، فتحة وضمة وكسرة وكمان سكون. فاحنا هنقرأ كلمة مع بعض او هنقول الكلمة مع بعض، الصورة دي اسمها ايه، ونبدأ ان احنا نشكلها. فالكلمة دي عندنا هي فانوس، فانوس، فانوس. زي ما احنا ملاحظين ان فانوس في اولها فاء، والفاء دي كمان مفتوحة يعني عليها فتحة، فهنحط فتحة في التشكيل بتاعنا. طب التاني فجل، فجل، فجل. زي ما احنا ملاحظين ان فجل موجود فيها كسرة، الفاء مكسورة في اول الكلمة برضو، فجل، يبقى هنحط كسرة تحت الفاء. تالت مثال فل، 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 اللي هي وردة الفل. نلاحظ برضو مع بعض ان الفاء مضمومة، فل، فهنرسم الضمة فوق الفاء. اخر مثال عندنا هو ضفدع، ضفدع، فنلاحظ مع بعض ان الفاء ساكنة، ونطق ضفدع في اللغة العربية الفصحى ضفدع، اما في اللغة العامية احنا بنقول ضفدع وبنقول حاجات كتيرة يعني. وبكده نكون خلصنا مع بعض النشاط الثالث، ونبدأ مع بعض في النشاط الرابع المقسوم لجزئين. واول جزء هو استمع وارسم دائرة مكان صوت حرف فاء. فاحنا هنسمع مع بعض كل شكل من الأشكال دول اسمه ايه، ونرسم دايرة مكان الحرف. فأول مثلا مثال عندنا هو فيل، 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 يبقى هنحط دايرة هنا لأن الفاء ظاهرة جدا في أول الكلمة، فاء فيل. أما هنا ضفدع، ضفدع، ضفدع. نلاحظ مع بعض أن موضع الفاء في تاني حرف في الكلمة بالشكل ده، ضف ضع، ضاد فاء دال عين، ضفدع. أما بالنسبة لآخر مثال فهو أنف، وإحنا عارفين من زمان أن الفاء ظاهرة في آخر الكلمة، فهنحط دايرة في آخر الكلمة، ألف نون فاء، فهنحط الدايرة مكان الفاء. وبكده نكون خلصنا الجزء الأول من النشاط الرابع، ونبدأ دلوقتي مع بعض في الجزء الثاني. استمع ثم ارسم دائرة حول حرف فاء فيما يلي. فإحنا عندنا فارس، وفي فراشة يلاطفها فأخذ. فاحنا كل كلمة في دول موجود فيها حرف فاء، أول ما نلاقيه نروح رسمين حواليه دايرة بالشكل ده، فارس،
الفاء اهي في اول الكلمه، هنروح حاطين حواليها دايره. تاني حاجه عندنا يلاطفها، هنحط برضو الدايره حوالين الفاء اللي موجوده في يلاطفها. تالت كلمه عندنا فراشه، هنحط دايره حوالين حرف الفاء اللي في فراشه. في وهو حرف جر، هنحط برضو دايره حواليه. فاخذ وده عباره عن فعل، هنحط دايره حوالين الفاء اللي فيه بالشكل ده. التمرين ده سهل، احنا يدوب بس بنشوف حرف الفاء اللي احنا عارفين شكله كويس في اول وفي نص وفي اخر الكلام، ونحط حواليه دايره وبس. اما بالنسبه للنشاط الخامس عندنا فهو اكتب حرف فاء. فاحنا زي ما احنا شايفين ان ده حرف فاء، بس لازم نكتبه مع بعض. ليه بنكتب الحروف اصلا مع بعض؟ علشان نعرف ايه هي الحروف اللي بتبقى فوق السطر وايه هي الحروف اللي بتبقى تحت السطر وهكذا. فالفاء تتكتب كده عباره عن دايره بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وبعدين جزء ده عامل كده يبقى دايرة كده، وباقيها على السطر بالشكل ده، والآخر بتاعها بالشكل ده، نقطة فوق الحرف بالشكل ده، والفتحة ما ننساش ان هي دايما بتبقى فوق الكلمة. طب نشوف تاني عشان الخط هنا كان سائق جدا، نعمل كده وبكده نكون رسمنا حرف الفاء، وما ننساش الضمة فوق، الضمة اللي هي شبه حرف الواو. تاني نرسم حرف الفاء دايرة، وبعدين بعد الدايرة دي بتترسم كده، والنقطة ما ننساش الكسرة ان هي دايما بتبقى تحت السطر اصلا. اخر مثال لينا عندنا في حرف الفاء كده، نقطة والفاء ساكنة، فنرسم السكون. طب الفاء اللي بتبقى في اول الكلام بقى او في نصه تتكتب ازاي؟ بتبقى زي الفاء التانية بالظبط، دايرة، وبعدين بناخد الجزء ده بالشكل ده، بس ما بيبقاش ليها الآخر اللي احنا اتكلمنا عنه من هنا، وبنرسم النقطة عادي جدا، والفتحة زي ما اتفقنا عليها. نفس الكلام في الفاء هنا والضمة، ونفس الكلام في الفاء المكسورة بالشكل ده. ونلاحظ ان الفاء دايما مكتوبة كلها فوق السطر، مفيش اي حاجة فيها نازلة من تحت السطر. وهنا فاء نفس الكلام، والنقطة والسكون. النشاط بتاع الكتابة ده ياريت تدربوا ولادكوا فيه كويس قوي، علشان خطهم لما بيبقى حلو بيبقى سهل تصحيح اي حاجة، اي واجب او اي امتحان او اي حاجة بيقابلوها، عشان يتعودوا ان خطهم يبقى مرتب ومنظم وكويس. انما هنا لو اي طفل اتفرج على الخط ده مش هيفهم قوي، لان انا مش بكتب بقلم. فنكتب مع بعض بسرعة حرف الفاء. وما ننساش التشكيل، فتحة، ضمة، كسرة، وسكون. أما بالنسبة للفاء دي فبتتكتب كده. وبكده نكون شفنا مع بعض كل الأشكال اللي بتتكتب فيها حرف الفاء. نبدأ مع بعض في النشاط السادس، وهو انظر إلى الصور واكتب حرف فاء مع الضبط بالشكل. يبقى نبص على كل صورة، ده فيل، فل، فراشة، ضفدع. نكتب هنا فيل، نكتب حرف الفاء وهو مكسور، فيل، فيل. وهنا فل، فل، ما ننساش ان الفاء فيه مضمومة لانه واضح جدا الضمة واحنا بننطقه، فل. اما هنا فا، فا، فراشة، فراشة، فهنكتب الفاء وعليها الفتحة بتاعتها. ضفدع، ضفدع، ضفدع. لاحظ ان الفاء ضف ضف ساكنة تماما، فنحطها فاء ساكنة. كده نكون خلصنا مع بعض النشاط السادس، ونبدأ مع بعض في النشاط السابع اللي هو اقرأ وصل الكلمة بالصورة المناسبة. اول كلمة عندنا هي ام، 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 فهنوصلها بصورة الام. عندنا هنا فم واب وام، يبقى هنوصلها بصورة الام بالشكل ده. طب عندنا كلمة فم، 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 يبقى هنوصلها بالفم. أما بالنسبة للأب فأكيد هنوصله بصورة الأب اللي عندنا، أم، فم، أب. وبكده نكون خلصنا مع بعض الجزء الخاص بحرف الفاء من الموضوع التاني أسرتي. اللي عنده أي سؤال يقدر أن هو يسأله لنا في الكومنتس. وشكرا لمتابعتكم لينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.